برنامج رحالة الدنيا. طاف أكثر البلاد وأقام بين حاضرها والباد، فعرف أخبارها وسبر أغوارها، آثار للأعمال التاريخية. تقدم لكم برنامج رحالة الدنيا، جولة في رحلات الشيخ محمد بن ناصر العبودي، يصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز عويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، وهذا اللقاء المتجدد والذي نعرض فيه جميعا أخبار أولئك الرحالة وما تضمنت رحلاتهم من اللطائف والمشاهدات. والحديث موصول مع رحلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي الموسومة به في شمال شرق آسيا، والتي ينقل لنا فيها أخبار إخواننا المسلمين في سيبيريا ومنغوليا. والرحلة كانت في منتصف الثمانينات الميلادية، وفيها الكثير من اللطائف والغرائب المتعلقة بأخبار المسلمين هناك. من جملة ما ذكره في هذه الرحلة التي نكملها مع شيخنا محمد بن ناصر العبودي، والذي ذكرنا مسبقا بأنه كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وقد ولد في بريدة عاصمة القصيم في المملكة العربية السعودية في سنة 1345 من الهجرة الموافق سنة 1930 من الميلاد. يقول في بعض لطائف هذه الرحلة: وقد ذكرني هذا بما قاله لي بعض الإخوة المسلمين من سكان سيبيريا عندما سألتهم عما يصنعونه إذا تدنت درجة البرودة في الشتاء إلى 40 درجة مئوية، فقال مازحا: إننا ندخل الثلاجة نستدفئ بذلك، لأن درجة برودة الثلاجة هي 22 درجة تحت الصفر، وبرودة الجو 40 أو 38 درجة تحت الصفر، فالثلاجة أكثر دفئا من الجو الطبيعي. اللهم لك الحمد. ومن جملة ما قاله أيضا لما صار يتكلم عن منغوليا، وقد اشتهرت منغوليا عالميا بهذا الاسم بمعنى بلاد المنغول بإثبات النون فيها، ولو أخذنا بالاسم العربي العريق لها لقلنا مغوليا، بل لقلنا بلاد المغول، لأن أسلافنا من المؤرخين العرب كانوا يسمونها بلاد المغول بدون نون. وقد سألت عن النطق الصحيح عند أهلها، فوجدتهم ينطقون بها منغوليا بإثبات النون. أما أهل الصين يسمون المغول من غو، جريا على عادتهم في تحويل الأسماء والألفاظ الأجنبية إلى مقاطع، كل مقطع مؤلف من حرفين أولهما متحرك وآخرها ساكن. ومن جملة ما قاله أيضا وهو يتكلم الآن عن منغوليا: وعادتهم أن يطلقوا الماشية لترعى من اليوم العاشر أو الثاني عشر من شهر مايو إلى شهر أكتوبر من كل عام، حيث تزدهر المراعي، ثم يحبسونها طيلة فصل الشتاء وأجزاء من فصل الخريف والربيع، ويطعمونها مما كانوا قد قطعوه وادخروه من الأعشاب والحشائش في الصيف. ومن جملة ما قاله وهو يتكلم عن منغوليا في رحلته في شمال شرق آسيا، يقول الشيخ العبودي: فالديانة البوذية هي السائدة فيهم، يعني في منغوليا، لا يشركها في ذلك إلا الإسلام، ولذلك لا تعترف حكومة منغوليا إلا بدينين اثنين هما البوذية والإسلام، ويؤلف فيها المسلمون في نحو 10% من السكان، ويقطنون الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، وأكثرهم من أصل قازاقي من قازقستان يعني. وأما فيما يتعلق باللغة في منغوليا، فقد قال الشيخ محمد بن ناصر العبودي: اللغة الشائعة في منغوليا هي اللغة المنغولية، وهي لغة عريقة قائمة بذاتها غير اللغة التركية، لا يستطيع أن يفهمها من يجيد فهم اللغة التركية. أما القول بأنها متفرعة من اللغة التركية فهذا غير صحيح البتة، مثله في عدم الصحة القول بأن المغول هم طائفة من الترك،
وهذا قال به بعض المؤرخين القدماء من العرب والفرس الذين عرفوا المغول بعد أن اجتاحوا البلدان الإسلامية، وذلك أن المغول عنصر من الناس قائم بذاته كان منعزلا في صحرائه الواسعة، ولكن الصحيح أنه توجد في اللغة المنغولية كلمات وتعبيرات تركية عديدة نتيجة الاختلاط الذي نشأ عن خروج المغول من صحرائهم، وحكمهم جماعة من الرؤساء الذين استطاعوا أن يقتحموا بهم عددا من البلاد الإسلامية، مثلما أنه يوجد شبه أو تشابه في بعض الملامح بين الترك الذين يعيشون في المواطن التركية القديمة مثل القازاق وبين المغول نتيجة للقرب في الموقع وللاختلاط بالزواج ونحوه. ولكن من دون أن يعني ذلك أن المغول طائفة من الأتراك أو أن لغتهم فرع من اللغة التركية. ثم بدأ الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله يكلمنا عن هذه اللغة المنغولية أو المغولية، لغة العارف بهم، وهكذا هو حفظه الله دقيق في الوصف جدا، يسأل عن كل شيء يشكله حتى يزعج من نهمه وحبه للعلم من يسألهم، وهذا لا يكاد يوجد إلا عند أهل الهمة العالية. فيقول لنا هنا: تكتب اللغة المنقولية منذ أزمان طويلة بحروف غريبة، تذكر العربية منا إذا رآها بالكتابات العربية، تذكر العربية منا إذا رآها بالكتابات العربية التي وجدت منقوشة في البلدان العربية التي يمكن وصفها بكونها مخطوطة بالخط الأرامي الذي تطور منه الخط العربي الكوفي. وهذا صحيح وإن كان غريبا، ذلك بأن الكتابة العربية قديمة حملها النساطر من النصارى الذين كانوا قد ذهبوا إلى تركستان الغربية في القرن الأول الهجري. وتركستان الغربية كما ذكرنا بأن تركستان بلاد الترك تنقسم إلى قسمين: شرقي ويخضع تحت الحكم الصيني إلى اليوم، وغربي وهي بلاد آسيا الوسطى التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي بعد اندحار الشيوعية وسقوطها. قال: وهذا صحيح وإن كان غريبا ذلك بأن الكتابة العربية القديمة حملها النساطر من النصارى الذين كانوا قد ذهبوا إلى تركستان الغربية في القرن الأول الهجري تقريبا بغرض نشر الديانة المسيحية في تلك البلاد التركستانية التي لم تكن توجد فيها كتابة هجائية محلية، فأخذها أهل تركستان الشرقية الأيغورية عنهم واستعملوها فترة من الزمن حتى سميت بالكتابة الأيغورية، وأخذها عنهم المغول بحكم جوارهم معهم واحتكاكهم بهم فاستعملوها في كتاباتهم. ولما انتشر الدين الإسلامي في تركستان الشرقية ومعه الكتابة العربية المألوفة أخذها التركستانيون بها وهجروا الكتابة الآرامية التي كانوا يستعملونها، حيث صاروا يكتبون بالكتابة العربية المعتادة ولا يزالون كذلك حتى اليوم. أما المغول فإنهم بقوا على استعمال الكتابة القديمة التي تعرف بالخط الآرامي ولا يزالون على ذلك حتى اليوم. هذا لا شك أنه من الجود في العلم يا شيخ محمد، فحينما يتحفنا بدقائق لغاتهم وما يتعلق بأصلها لا يكاد يوجد إلا نادرا. الشيخ محمد بن ناصر العبودي ما زال يكلمنا عن مسلم منغوليا أو مغوليا كما يقول هو حفظه الله، فكلمنا عن المساجد وبنائها في تلك النواحي وما يتعلق بها، فقال: كان المسلمون قبل الشيوعية يملكون 14 مسجدا، وقد هدم أواخرها في أواخر سنة 1937 من الميلاد وأوائل سنة 1938 من الميلاد. قالوا: وقد قتل الشيوعيون 150 من رجال الدين المسلمين في عام 1937 من الميلاد، وقد بدأوا منذ نحو سنة، وهذا الآن الكلام في منتصف الثمانينات كما ذكرنا، ببناء مساجد جديدة بلغ عددها 6، ولما لم يكونوا على درجة من الناحية المالية والثقافية كافية لبناء المسجد فقد انتدبت لذلك جمعية إسلامية في بريطانيا اسمها مجلس خدام الدين، بدأت بناء أول مسجد في منغوليا بعد الشيوعية، سموه مسجد أبي بكر الصديق،
وقد عارض رئيس الجمعية الإسلامية الأخ قادر سيراني مشاهد تلفزيونية مؤثرة عن البدء ببناء هذا المسجد الأول وإقامة أهله أول صلاة جمعة فيه قبل أن يكتمل. وأيضا تكلم الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله حول ما يتعلق بالحج في تلك البلاد، فقال: لم يحج منهم في منغوليا أحد منذ عام 1926، أي منذ 65 سنة، ويأملون أن يتمكن 8 منهم من الحج في هذا العام في سنة 1992 من الميلاد لأول مرة بعد ذلك الانقطاع الطويل عن الحج، وهو انقطاع امتد 66 عاما. ويروون عن آخر مرة حج فيها منهم حجاج أنها كانت في سنة 1926 من الميلاد، وأن الرحلة استغرقت عاما واحدا، إذ توجه الحجاج عبر أراضي آسيا الوسطى على الإبل والجياد، وكان عدد الحجاج فيها 7، ولم يعد منهم بعد الحج إلا 1، أما الباقون فتوفي أكثرهم وبقي 1 أو 2 في الأراضي المقدسة. ثم أيضا أشار إلى ما يتعلق بالمساجد والبناء فيها فقال: وأهم ما يلزم لهم الآن افتتاح فصول دراسية في المساجد لتعليم الصغار وإرشاد الكبار إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذين صاروا لا يعرفون منها شيئا، حتى إن بعضهم لا يستطيع التلفظ بالشهادتين لفظا صحيحا، كما أنه لا بد من تخصيص منح دراسية لأبنائهم حتى يتعلموا ويعودوا إلى بلادهم معلمين ومرشدين وأئمة مساجد. وأخبروا أنهم أرسلوا بعض الطلاب إلى تركيا لهذا الغرض، ومن أوضح الأدلة على ضعفهم في الدين، وهذا في سنة 1992، أنه لا يوجد في العاصمة مسجد في عاصمة منغوليا، مع أن فيها حوالي 10,000 مسلم. ثم قال الشيخ أيضا عن منغوليا في رحلته في شمال شرق آسيا وهو يتكلم عنها في سنة 1992 من الميلاد، يقول الشيخ محمد بن ناصر العبودي: لا يوجد في أنغوليا من أقصاها إلى أقصاها من يعرفون العربية إلا 5 أشخاص. ويقول رئيس الجمعية قادر سيراني: إنه لا يوجد إلا 6 أشخاص يعرفون العربية في منغوليا، في كل منغوليا في ذلك الوقت في أوائل التسعينات لا يوجد إلا 6 أشخاص يعرفون اللغة العربية. هذه إخواني أخواتي بعض المشاهدات التي ذكرها الشيخ محمد بن ناصر العبودي في رحلته في شمال شرق آسيا، وهو قد تكلم في هذه الرحلة عن مسلمي سيبيريا، ثم تكلم عن مسلمي منغوليا، وسنكمل الحديث إن شاء الله في لقاء آخر. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج رحالة الدنيا للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.